خفض متوسط أسعار النفط لعام 2015 بشكل كبير من 82 إلى 42 دولار كأفريج. للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلي مباشرة من أبو ظبي نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities. الصورة جد سلبية من حيث التوقعات لأسعار النفط، لم نحدد قاع بعد، تراجعات لازالت مستمرة، كسرنا 50 يمكن نكسر 45 قريبا جدا. نور الدين، شركات تتأثر بشكل كبير بسبب هذه التراجعات، ما هو الحديث لديكم بالأروقة؟ كيف تتحركون؟ نعم، على الأقل هذه الانخفاضات كان وكنا قد حذرنا منها من حوالي منذ أن بدأت أزمة أوكرانيا، وعندما كان الجميع منشغل بأزمة أوكرانيا كنا نذكر أن هناك تباطؤ في الاقتصاد العالمي وأنه هذا التباطؤ سيتوسع. الآن شاهدنا هذا التوسع بشكل كبير ليس فقط في آسيا بينما في أوروبا، والآن بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الشيء في الغالب ما سيؤدي من جديد إلى مزيد من الانخفاضات. خلال عطلة نهاية الأسبوع سمعنا المزيد من التصريحات من أوبك بشكل كامل أنه لن يكون هناك تدخل قبل الساعة أو قبل يونيو المقبل أو اجتماع المقبل. في الوقت الحالي الانخفاضات في الغالب ما ستستمر، فيما لو استمرنا طبعا من جديد بمزيد من الأرقام الاقتصادية السلبية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. لكن المستويات المهمة إلى الآن تكمن في 84 دولار بالنسبة لخام غرب تكساس، انخفضنا ما دونها نعم، لكن لازال هناك في لدينا نوع من الاستقرار. شهدنا نوع من الانخفاض بداية صباح اليوم بخام برنت إلى مدون مستويات 49، وصلنا إلى 48.60، لكن من جديد يجب علينا الانتظار حتى نهاية الأسبوع الجاري على الأقل لتحديد فيما لو سنشهد المزيد من الانخفاضات أم سنشهد نوع من التعافي أو نوع من فقط كنوع من التصحيح نحو مستويات 50 دولار. نور الدين، حركة جد قوية نراها الآن على دور الإندكس، قفز بحدود 0.6، نحن نتداول عند 92، وهذا بالطبع بدوره بيضغط على اليورو اللي بيخسر حوالي نص نقطة مئوية. لماذا هذه الصورة؟ كنا بدأنا الجلسة على ضعف من الدولار بعد الأرقام اللي شفناها يوم الجمعة. صحيح، هناك شيء مهم جدا انه الحديث من جديد عن الجريك اكزيت او اللي هي نوع من او يعني خروج اليونان من الاتحاد الاوروبي هي التي تشكل نوعا ما الحافز الاكبر للاسواق للعوده الى كل من الذهب والعوده ايضا للدولار الامريكي. لكن في شيء مهم جدا، الحديث عن انه ارقام الولايات المتحده الامريكيه اتت ايجابيه يوم الجمعه من ناحيه الوظائف وحتى من ناحيه معدلات البطاله، لكن هذه المره لن نتكلم عن هذه الامور، سنتكلم بالاهميه عن الويجز جروث او اللي هي يعني الرواتب انخفضت لادنى مستوى لها منذ العام 2009 وحتى ايضا العام 2012، كما انه الويجز على المستوى الشهري فجاه انخفضت بواقع 20 نقطه مئويه وهي ادنى مستوى واكبر انخفاض على مستوى 9 سنوات سابقه. هذا الشيء من جديد يعطينا اشاره واضحه بانه رفع او الحديث عن رفع اسعار الفائده بشكل اسرع من التوقعات او على الاقل في النصف الاول من العام الجاري، هذا الشيء الان اصبح خارج الطاوله وخارج ايضا الحديث على الاقل لدينا هنا في ADS Securities. لذلك السويتش او التغير الان يكمن في الأرقام الأمريكية. الدولار اندكس نعم ما بين 92، لكن أرى ما بين 92 ل 94 هي منطقة قمة جديدة بالنسبة للدولار الأمريكي قبل أن نشهد نوع من الانخفاض، لأنه بالنهاية الفدرالي الأمريكي قد يفاجئ الأسواق من جديد ويتراجع عن رفع أسعار الفائدة. وهذا الشيء أيضا شاهدنا من أوفيشلز أو نوع من أو من الفدرالي الأمريكي نفسه ذكر أنه أو أحد الأعضاء اللي هو إيفانز ذكر يوم الجمعة أنه من الممكن أن يستمر الفدرالي الأمريكي بنفس الوتيرة واستمرار خفض أسعار الفائدة حتى العام 2016، وهو بالنهاية نوعا ما يعتبر محق في ظل وجود هذا الانخفاض في الأرقام وهذا الانخفاض أيضا في المعدلات يعني أسعار النفط، وأيضا لدينا أرقام التضخم الأسبوع الجاري التي في الغالب ما ستشهد أيضا نوع من الانخفاض ونوع من الانكماش قد نشهدها في معدلات التضخم على المستوى الشهري. نور الدين، عندنا دقيقة، ما دام احنا في بداية الأسبوع ماذا تراقبون هذا الأسبوع وعلى أساسه كيف تكون استراتيجيكم للاستثمار؟ الشيء الرئيسي الذي يشاهده في الوقت الحالي هي الأرقام الأمريكية حصرا على غيرها من الأرقام، لأنه لا ننتظر شيء من أوروبا ولا حتى أيضا من آسيا بشكل كبير، لأنه نعلم أنه المزيد من التباطؤ سيحدث. لكن الولايات المتحدة الأمريكية كان لدينا حوالي أكثر من 34 رقم خلال الأسبوعين الماضيين، من ال 34 رقم كان لدينا فقط رقمين إيجابيين، لكن الآن ننتظر ريتيل سيلز خلال الأسبوع الجاري وأيضا ننتظر أرقام التضخم، فيما لو وصلنا إلى مرحلة ما نسمى بالديسنفليشن أو اللي هي عملية انخفاض في معدلات التضخم، السؤال يكمن كيف سيقوم الفدرالي الأمريكي بالتحرك؟ هل سيرفع أسعار الفائدة؟ نوعا ما نستبعد ذلك، السؤال يبقى ما الذي سيفعله بعد ذلك؟ نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا نأتي لنهاية جرس الإغلاق، شكرا جزيلا للمتابعة، إلى اللقاء.